اي لعيب من اللعيبه اللي موجوده النهارده لو اخلص وادى هيبقى النهارده لعيب في المنتخب وهيبقى لعيب كويس وهيبقى عنده امكانيات، وده اللي عملته. ما فيهاش مشكله ان احنا نعيد الحاجات دي، لان انت بتاخد من القصه اللي انا بقولها دي او كلام من ده، انك انت النهارده ما فيش حاجه اسمها مستحيل. صح، انا بقول لك انا كنت في الشارع 4 5 اشهر خلاص مشيت بطلت كوره، يعني بطلت كوره خالص وابتديت اخرج مع اصحابي ونخرج ونتفسح ونروح سينمات وما اعرفش ايه والكلام من ده، يعني عشت حياه تانية خالص. ف انك انت ترجع وفي لحظه تبقى ولاعيب كاس عالم، يعني كمان يعني انت مثلا مش مثلا مونديالي بالظبط، يعني انت واخد مش احسن ماتشو. واخد احسن 5 سيرد باك في العالم على البتاع، ثالث احسن سيرد باك في المرحله الاولانيه مجموعات في المجموعه كلها، لا في على عدد الفرق اللي كانت موجوده في كاس العالم، واخدت 5 احسن سيرد باك في ال، يعني لولا الاهداف اللي المنتخب تلقاها ولو كنا مشوارنا طول شويه في كاس العالم اكيد كان ترتيب كنت حلو. هاخد وكنت هروح احترف انا وهاني رمزي مع بعض في اسبانيا. كان في راجل عايز ياخدني انا وهاني رمزي، بس هاني راح لعب بقى في نيوشاتل وجاله بتاع ده. فالموضوع يعني انا بوريك ان دي قصه ممكن ان اي لعيب ممكن يحقق الطموحات. والجمهور، انا الحته اللي عايز امسك فيها لما حضرتك قلت انه الجمهور كان رافض وجودي او مش رافض، يعني بيقول ابن كابتن يكن وبيلعب عشان كابتن يكن، ده اللي انا بتكلم عليه، انه حته السلاح ذو حدين. يمكن في جمهور يبقى في ظهرك والزئير بتاع الجمهور يدعمك، وواحد تاني يحس بضغط ولا انا خايف، ايه ده المنظر، الجمهور ده ممكن يروح متضايق، طب لو روح متضايق هيعمل ايه؟ ده اللي انا بتكلم عليه في المباراه الجايه بالاخص. بص زي ما قلت لك في رساله دايما اللعيب لو هو عايز يكسب الجمهور ويكسب اللعب، ما هو عليك ليك انت مكانك انت اديه بشكل جيد الاول قبل ما تفكر انك انت تشتغل حاجه مش بتاعتك او تعمل اضافه. الاول ثبت نفسك، ادي الواجب بتاعك بتاع المركز بتاعك، ده هيخليك طبعا بالتركيز، ولازم يكون في عنصر امنع بقى نفسك. يعني انا مثلا ايه لما جيت لعبت كوره وطلعت البدر منعت نفسي من الخروج ومن الاصحاب وما اعرفش ايه والكلام من ده، وقعدت 24 ساعه بفكر في التدريب والكوره والكلام من ده، محضر شنطتي واطلع وفرحان وانا رايح المعسكر وراجع من المعسكر وادخل واروح طالع نايم بدري الساعه 10 والكلام ده كله. عشت اجواء البروفيشنال في الايام اللي هي كان لازم اثبت فيها وجودي، ودخلت المنتخب من اول لقاء ولعبت اول ماتش كان مع زيمبابوي وفي زيمبابوي وبقيت كابتن منتخب مصر بسبب الماتش ده. ف يعني الطموحات موجوده، اللعيبه تنزل تأدي اللي عليها، صدقني ممكن يعدي حاجات كتير قوي.